اذا هذا البي اي دي كنترولر اللي هون كل تيرم هذول التيرمز الثلاثه بعالج مشكله معينه في هذا السيستم. لو جينا الان سكرنا هلا اف وي كلوز ذا لوب هلا هون وي كلوز ذا لوب هلا عندي البي اي دي كنترولر هذا مرات بنسميه 3 تيرم كنترولر كلوز ذا لوب اذا وي يوز اي سنسر بلس بي اي دي هلا هذا بنسميه 3 تيرم كنترول لانه في بي واي ودي مش دائما بحتاج الدي وحتى في احيانا مش دائما بحتاج الاي تمام اذا سم تايمز بي تيرم اونلي از سفيشنت. خلينا هلا نطلع نشوف هدول شو بيعملوا. هلا بي اذا زدت بي از وي انكريس بي شو بصير عندي بالسيستم؟ بقل الرايس تايم. وي ريديوس ذا رايس تايم اللي هي اساس وي ريديوس ذا ستيدي ستيت ايرور ونرفع الاوفر شوت وانكريز بس ذا انكريز ذا اوفر شوت اذا وي ريديوس ذا ستيدي ستيت ايرور بات لكن يعني هذول شغلتين كويسات مش هيك؟ يعني نحط جنبهم صح يعني كان هون these are good things. إذا we reduce the rise time هذا which is good we reduce the steady state error تنزل لكن المشكلة we increase the overshoot. Increase the overshoot وهذا طبعا مشكلة. إذا P بقدر استعمله حتى اعمل هاي الأشياء وراح تشوفوا الآن هلا لما يكون عندي Peter بيتر يعني هون عندي بس بكون في بي مرات بنسميه كي بي هذا بروبورشنال كنترولر شوفوا شو بعمل باخذ الايرور اوف تي هي الايرور والايرور هو عباره عن حاصل طرح هي عندي هون البلانت هي عندنا هون السنسر سنسر اخذنا هون وصار عندي هذا هون الاكشوال فاليو اوف ذا كنترول فاريبل وهون عندي الديزايرد فاليو واحنا راح نستعمل ستيب فانكشن طرحنا هذول الاثنين بعض اعطاني الايرور وهذا السنسر من هون وهي البروبورشنال كنترول البروبورشنال كنترولر راح يطرح هذول الاثنين من بعض راح يعطيني الايرور، الايرور راح اضربه بس بكونستنت اللي هو بي مرات بنسميه كي وهون شوفوا ايش راح احط على هاي راح احط هون شحطه وعلى زي سهم، شو معناها هاي؟ انه هذا متغير اوكي انا بقدر اعير هذا اغيره لو جينا الان طلعنا قارنا الانبوت بالاوتبوت هذا طبعا التي الزمن وهذا هون الفاريبل اللي بنتحكم فيه فاريبل اندر كنترول راح نستعمل لونين راح نستعمل اصفر وازرق يا احمر وازرق الاحمر راح اعتبره هو هون غيرنا وهذا راح اعتبره الانبوت او الديزاير وفي ناس بيسموه الريفرنس هذا راح اسميه وهذا عندي هو الاوتبوت هلا بتلاحظوا هيك في البدايه هذا اوبن متذكرين هذا كان اوبن لوب وبعدين راح اشوف الان بس ابدا اسكر السيستم وازيد راح الاقي هذا هون كلوزد لوب ايش بتلاحظوا على الكلوزد لوب؟ في عندي اوفر شوت بس قل الرايس نعم اقول بس قل الرايس تايم تحسن الرايس تايم
وظهر ستيدي ستيت ايرور مقارنه مع الكلوز لوب. انا هون المقارنه كانت مع اوبن لوب، فهذا عندي هون هي الاوفرشوت الفاليو النهائي، وهذا عندي هون ستيدي ستيت ايرور، هي ستيدي ستيت ايرور، وهذا عندي هون الاوفرشوت. اوكي.